بسم الله الرحمن الرحيم. بناتي وابنائي الاعزاء، اهلا بكم مع محاضره جديده في سلسله محاضراتنا عن مقرر الهيستولوجي والجينيتيك. نبدا مع بعض شابتر الاندوكرينولوجي او الاندوكراين او الاندوكراين جلاندز او الاندوكراين اورجانز. النهارده هناخد محاضره عن البيتويتري جلاند، ومعاها هناخد البينيال بودي. في محاضرتنا النهارده هناخد الديفلوبمنت اوف ذا بيتويتري جلاند، هناخد يعني ايه ادينو هايبوثيسيس، نيورو هايبوثيسيس، والكوميونيكيشن اوف ذا بيتويتري جلاند مع السنترال نيرفس سيستم، وبعدين ناخد البينيال جلاند او البينيال بودي، وبعدين نعمل ريفيجن سريع وكام سؤال ام سي كيو. في البداية عايزين نقول يعني ايه endocrine system. endocrine system بيعتمد على الهرمونز كسيجنالز او ميدياتورز ينقل بيها المعلومات، زي CNS. CNS بيستخدم الكيميكال ترانسميتر اللي بنسميها النيورو ترانسميتر كميدياتور ينقل بيها المعلومات. برضو الاندوكراين سيستم نفس الفكرة، بياخد الهرمون سواء كانت استيرويد او بروتينز او بوليبيبتايد او مجرد امينو اسيد، يستخدمها كميدياتورز علشان يعمل ستيموليشن او انهيبيشن لبعض الخلايا اللي بنسميها التارجت سيل. هذه التارجت سيل لازم يكون عليها ريسبتورز لهذه الهرمونز او لهذه الميدياتورز. الريسبتورز دي ممكن تكون انترا سيلولار، ممكن تكون موجودة على السيل ميمبرين، لكن هذا الترياد هو الكي بتاع الاندوكراين سيستم. ايه هو الترياد؟ هرمون، تارجت سيل، عليها ريسبتورز. لكن الهرمونز بتاعتنا ممكن تطلع من خلايا وتأثر على نفس النوع من الخلايا. في الحالة دي بنسميها اوتوكراين جلانز او اوتوكراين سيلز او اوتوكراين سيكريشن او اوتوكراين افكت. لكن امتى نقول عليه باراكراين؟ لو طلعت السيكريشن من خلية واثرت على النيبرينج سيل اوف ديفرنت تايبز اوف سيلز، في الحالة دي بنسميها باراكراين، وهناخدها برضو في البيتويتري جلاند. لكن الاندوكراين ودي الماجوريتي اللي احنا بنهتم بيها، بيكون عندنا اورجان متخصص في تصنيع الهرمونز. هذا الاورجان بنسميه اندوكراين جلاند. هذه الهرمونز بتوصل للسيركيوليشن يعني للبلد، تو سيركيوليت اول اوفر ذا بودي، وبعدين تعمل ستيميوليشن لمين؟ تعمل ستيميوليشن للتيشو او الجلاند او الاذر اورجانز اللي فيه السيلز اللي عليها الريسبتورز، وهنسميها برضو التارجت سيلز. علشان اضمن الرابيد ترانسبورت بالشكل اللي احنا بنتكلم عنه ده، بيلزمني ثلاث حاجات. الحاجه الاولانيه ان يكون الاندوكراين جلاندز بتاعتي هايلي فاسكولار. يعني ايه هايلي فاسكولار؟ يعني فيها بلاد كابيلرز كتيره، وهذه البلاد كابيلرز شرط ان هي تكون فينستريتد، باعتبار ان هذه المولكيولز اللي متصنع منها الهرمونز بتبقى لارج مولكيولز. فعلشان اضمن الرابيد ترانسبورت استخدم فينستريتد بلاد كابيلاريز، علشان هذه اللارج مولكيولز تعدي على طول بسرعه من الانترستيشيال تيشو الى داخل السيركيوليشن. الحاجه الثالثه اللي بضمن بيها الرابيد ترانسبورت ان يكون السيلز بتاعتي ارانجت كويس حوالين البلاد كابيلاريز، وكاني بكون لير واحده من السيلز او نمبر اوف سيلز ريلاتيفلي قليله بالنسبه للبلاد بلاد سبلاي. الاندوكراين سيلز ممكن تكون موجوده بصوره منفرده. يعني ايه بصوره منفرده؟ يعني خليه واحده موجوده لوحدها بتقوم بفانكشن الاندوكراين جلاند. ودي اخذناها فين؟ اخذناها في الدايجستيف سيستم لما اتكلمنا عن الاي بي يو دي سيل اللي موجوده في الاستومك، واتكلمنا عليها في السمول انتستين. احيانا تكون لي كلاسترز. يعني ايه كلاسترز؟ كلاسترز يعني مجموعه من السيلز موجوده داخل الاورجان بتقوم بالاندوكراين فانكشن. ممكن يكون الاورجان ده اصلا ما هوش اندوكراينال. زي ايه؟
زي اللانجر هانز اللي موجوده في البنكرياس، وده هناخدها في محاضره البنكرياس، زي السيلز اللي موجوده في التستيكل، زي السيلز اللي موجوده في الاوفري، وهكذا. ممكن الاقي اورجنز كتيره جدا فيها هذه الكلاسترز، لكن ان يكون عندي اورجن متخصص ده خلاص هنسميه جلاند. اما الاورجنز اللي ما هيش شغلتها الاندوكراين لكن بتقوم بوظيفه الاندوكراين، دي اورجنز كتيره جدا اللي موجوده في الناحيه دي باللون البينك ده. هذه الاورجن زي ايه؟ زي الليفر بيصنع الالبومين، زي الكدني بتصنع الاريثروبيوتين، زي الهارت بيصنع الاتريال ناتريوريتك فاكتور. كل اورجن تقريبا بلاسينتا، كل الاورجنز دي ما هياش اندوكراين. ان السي ان اس فيه اماكن كتيره بتطلع لي اندوكراين سبستنس. لكن خلونا بقى نتكلم عن البيتويتري جلاند. البيتويتري جلاند دي موجودة تحت ريليتد للنيزوفارينكس، هو دي سر تسميتها بالبيتويتري. لو هنبص على البيتويتري جلاند كده هنلاقيها مسيطرة على كل الاندوكراين سيكريشنز تقريبا اللي موجودة في الفسيولوجي بتاعنا. علشان كده سهل جدا ان احنا نسميها المايسترو، الجلاند المايسترو. ليه؟ لان بتقود اوركسترا متكون من كل الجلاندز بتاعه الجسم. البيتوتري جلاند بتبقى صغيره وقد حبايه الفول، موجوده في كافيتي داخل في السفينويد بون، بنسميه سله ترسكا. وده سر تسميه السله ترسكا، يعني تركي. لو نبص كده على اللون الاحمر ده، هو ده السله ترسكا اللي موجود في البيتوتري جلاند. لكن البيتوتري جلاند بتفضل طول الوقت متصله بالهايبوثالاموس وبالتالي بالسنترال نيرفس سيستم عن طريق الستوك اللي احنا هنتكلم عليها بعد شويه. لكن على اي حال هي متصله بالنيرفس سيستم. هي دي البيتوتري جلاند. بتتكون من ايه البيتوتري جلاند؟ جزئيتين، انتيريور لوب وبوستيريور لوب، او ادينو هايبوثيسز ونيورو هايبوثيسز. لاحظ بس مع ان كلمه ادينو معناها جلاند، لكن في الهايبوثيسز اللي هو نيورو هايبوثيسز ما استخدمناش كلمه جلاند، وهنعرف سر الحكايه دي بعد شويه. لو نتكلم عن الديفلوبمنت، بقول ان انا عندي تو ديفرنت بورتس، الاثنين امبريولوجيكالي كومبليتلي ديفرنت. الاولانيه اللي هي الادينو هايبوثيسز دي تطلع من الاورال كافيتي، من الروف اوف ذا اورال كافيتي. بتبقى ازاي يعني؟ بتطلع من الاورال كافيتي ازاي؟ شايف البروجكشن اللي طلع اللي فوق ده؟ عمل لي باوتش هنا، هذا الباوتش بنسميه راسكس باوتش. طبعا راسكس باوتش سهل قوي ان احنا عارفين يعني ايه راسكس باوتش. يفضل يستمر معايا يطلع لفوق لحد ما ينفصل تماما عن الاورال كافيتي. في الحاله دي هسميه الادينو هايبوثيسيس. اما البوستيريور لوب او النيورو هايبوثيسيس ده بيجي من الداينكيفالون، اللي هو البرين، يعني بيبقى داون وورد جروث للنيرفس تيشو، ينزل لتحت يفضل ينزل لحد ما يقابل مين؟ لحد ما يقابل الادينو هايبوثيسيس. الاثنين يحاوطوا بعض ونسميهم في الحاله دي بيتويتري جلاند. يبقى في عندي النيورو هايبوثيسيس بيبقى داون وورد جروث اوف داينكيفالون، ادينو هايبوثيسيس اب وورد جروث روف اوف ذا ماوس كافيتي. وبعدين خلي بالك الادينو هايبوفيسس بينفصل عن الماوس كافيتي، لكن النيورو هايبوفيسس بيفضل متصل بالسنترال نيرفس سيستم. دي اللي هو الديفلوبمنت. لو حاولنا ناخد سيكشن في البيتويتري جلاند، ممكن ناخد سيكشن لونجيتودينال بالشكل ده، بس الحقيقه مش هنشوف فيه كتير لان ده هيبقى سيكشن كبير جدا. لكن عرفت منه ايه؟ عرفت منه ان انا عندي تو لوبس، واحد اسمه انتيرو لوب والتاني اسمه بوستيريو لوب. البوستيريو لوب كونتينوس مع النيرفس تيشو، الانتيرو لوب منفصل عن البوستيريو لوب بايه؟ بكونكتيف تيشو. لكن الانتيرو لوب نفسه مقسوم جزئيتين، جزئيه الناحيه دي وجزئيه الناحيه دي، وفي بينهم بعض فراغ بسميه راسكس باوتش. يبقى الراسكس باوتش بيحافظ على وجود تو ارياز في الانتيرو لوب. اما لو اخذت السكشن تي اس هيبان بالشكل ده. ايه ده؟ ده البارس ديستاليس، ده الانتيرو لوب وده البوستيريور لوب، وبينهم بعض الانترميديت لوب اللي هناخد بعد شويه، لكن ده هو الراسكس باوتش. طبعا لو انا قلبت الصوره علشان تبقى زي اللي فوق، يبقى ده بالظبط البوستيريور لوب او اللي بسميه النيورو هايبوثيسيس، وده الادينو هايبوثيسيس، وده الراسكس باوتش. نيجي نتكلم عن الادينو هايبوثيسيس اللي بتكون حقيقه من ثلاثه
جزئيات. الجزئيه الاولانيه بسميها بارسيتاليس الكبيره دي وبارسيتيوبراليس اللي طلعت ولفت حوالين البوستيريور لوب، وبعدين البارس انترميديا اللي هي ما بين البارس ريستاليس وما بين البارس نيرفوزا. اي جلاند عندي لازم تتكون من استروما وبرانكما. البرانكما اللي هي فيها العصير جوه دي. الاستروما عباره عن ايه؟ عباره عن سين لير من الكونكتيف تيشو ومعاها شويه ريتيكولار فايبر، دي بسميها الاستروما، ما بشوفهاش عاده في السكشن بتاعي. لكن البرانكما في البارس ديستالس، ايه البارس ديستالس؟ ما احنا اتفقنا ان الانتيرو لوب بتكون من ثلاث حاجات، بارس ديستالس تيوبراليس اند انترميدي. انا هتكلم دلوقتي عن البارس ديستالس. البارس ديستالس البرانكما بتاعته فيها سيلز، هذه السيلز نصها بيبقى فانكشنينج والنصها الثاني يبدو وكانه نون فانكشنينج. فالنص الفانكشنينج بياخد الصبغه كويس بسميه كروموفيل، والنص النون فانكشنينج ما بياخدش الصبغه بسميه كروموفوب. كروموفوب يعني ما بيتصبغش كويس. يبقى انا عندي السي دي اللي هي الكروموفوبس، والاي والسي والاي والبي دي دي اللي هي الكروموفيلز. يبقى انا في عندي خلايا مصبوغه كويس دي الكروموفيلز، وعندي خلايا مش مصبوغه كويس بسميها الكروموفوبس. الكروموفوبس الحقيقه نوعين، اسيدوفيلز وبيزوفيلز. الاسيدوفيلز اللي هي بتتصبغ بالاسيديك داي، والبيزوفيلز اللي هي بتتصبغ بالبيزيك داي. يبقى الكروموفوبس 50%، الاسيدوفيلز 40%، والبيزوفيلز 10%. لو هتكلم عن الاسيدوفيلز بالتفصيل فانا بقول ان هي عباره عن ديبلي اسيدوفيليك سيتوبلازم، بي اي اس نيجاتيف. يعني ايه بي اي اس نيجاتيف؟ يعني ما فيش في البرودكت بتاعها جلايكوجين او كربوهيدرات كومبوننت، لان بي اي اس البريوريك اسيد شيف رياكشن ما بيحصلش هذا الرياكشن الا في وجود الكربوهيدرات. طب ما حصلش هذا الرياكشن يبقى ما فيش كربوهيدرات في البرودكت بتاع هذا النوع من السيلز. لكن فيها اسيدوفيليك جرانيولز وبتبقى لارج جدا، بتبقى كبيره بتوصل ل 900 نانومتر على نوعين. هي مين الاسيدوفيلز؟ على نوعين، السوماتوتروبس والماموتروبس. شايفين الاسيدوفيلز اكتر من البيزوفيلز، دي البيزوفيلز اللي هي دي اللي لونها بيزوفيليك شويه دي، ودي الاسيدوفيلز واضحه خالص. الاسيدوفيلز بالالكترون مايكروسكوب اهم حاجه عندي هي الالكترون دينس جرانيولز، والالكترون دينس جرانيولز بتبقى لارج وراوندد. ما دون ذلك هي بروتين سينثسايزنج سيل. يعني ايه في بروتين سينثسايزنج سيل؟ يعني يوكروماتيك نيوكليس، جولجي اباريتس، ار يو ار، ميتوكوندريا، سيكريتوري فيزيكلز وهكذا. لو هنتكلم عن السوماتوتروبس دي اللي بتفرز ايه؟ بتفرز الجروث هرمون. هذا الجروث هرمون بيشتغل على المصل، بيشتغل على البون، بيشتغل على الفاتي تيشو. يبقى دي الموست اباندنت سيل في الانتيريور لوب. لكن الجروث هرمون او السوماتوتروبس بتتميز بايه كمان؟ بتتميز بان لها ستيميوليتر وانهيبيتور. الستيميوليتر بيجي من الهايبوثالاموس، والانهيبيتور برضه من الهايبوثالاموس. علشان كده بنقول ان هي ستيميوليتد بفاكتور بنسميه جروث هرمون ريليزنج هرمون. ده بيطلع منين؟ من الهايبوثالاموس. وسبريزد بايه؟ بالسوماتوستاتين. والسوماتوستاتين دي حاجه زي نقول عليها يونيفرسال، بتعمل سبريشن لمين؟ للسوماتوتروبس، ان هي ما عادتش تطلع جروث هرمون. اما الماموتروبس، مامو من مامري جلاند، الماموتروبس دي هي اللي بتشتغل على المامري جلاند اثناء اللاكتيشن، يعني بتطلع البرولاكتين. برو يعني قبل اللاكتين، يعني لاكتيشن، يعني بتشتغل على المامري جلاند اثناء البريجننس علشان تجهزها لعمليه اللاكتيشن. يبقى سكريت اللاكتوجينيك هرمون اللي هو البرولاكتين. هذا البرولاكتين بيعمل ستيميوليشن للديفلوبمنت اثناء البريجننس، ويعمل ستيميوليشن للميلك سكريشن بعد البريجنس. طبعا انت هتسال سؤال، طب وازاي ما بيحصلش لاكتيشن اثناء البريجنسي؟ ليه؟ لوجود الاستروجين والبروجسترون اللي بيطلع من الجرافيان فوليكل والكوربس لوتيام، وبعد كده بيطلع من البلاسينت. كل هذه الاستروجين والبروجسترون بتمنع البرولاكت من ان هو يمارس هوايته في عمليه اللاكتيشن. الماموتروفس هي كمان لا ستيمولانت ولا انهيبيتور. الاستيمولانت بيبقى برولاكتين ريليزنج هرمون، لكن برضو بتتاثر بالثايرويد او بالثايروتروفيك ريليزنج هرمون او الثايروتروفيك ريليزنج هرمون، وحاجه اسمها الفي اي بي. وانهيبيتد بايه؟ بالدوبامين. هذا الدوبامين كنا زمان نسميه برولاكتين انهيبيتنج هرمون.
نقرا الباراجراف ده علشان نتاكد من المعلومه. الفي اي بي اللي هو الفازو اكتيف انهبيتنج بيبتايد. البيزوفيل، البيزوفيل اللي هي بتمثل 10% بنقسمها لكام نوع؟ لتلات انواع من الخلايا، لكن بتتميز بان هي بي اس بوزيتيف، يعني الهرمونز دي الاستراكشر بتاعها فيه ايه؟ في كربوهيدرات. علشان كده لو عملت البي اي اس رياكشن هنا هيحصل، هيبقى بوزيتيف. يبقى العشرة في المية فيها كام نوع من الخلايا؟ تلاتة. لكن الاربعين في المية فيها كام نوع؟ فيها نوعين اتنين بس من الخلايا، وهنحفظها ان شاء الله على اخر المحاضرة. السيروتروفس، السيروتروفس دي خلايا بتتميز بايه؟ بالسمول جرانيولز اللي هي سكريتوري جرانيولز اللي بتوصل ل 150 نانومتر، موجوده في البريفري اوف ذا سيل، اللي هي مين اللي موجوده في البريفري سيلز؟ الجرانيولز دي. السيروتروفس بتفرز ايه؟ بتفرز السيرويد ستيمولاتنج هرمون او التي اس اتش، مشهور او التي اس اتش. ده بيعمل ايه التي اس اتش؟ ده بيروح سبيسيفيكالي للسيرويد جلاند، يعني هو بيلف السيركيليشن كلها لكن مالوش ريسبتور الا على السيرويد جلاند. طب استيمولاتد بايه؟ برضه بفاكتور طالع من الهايبوثالاموس اسمه سيروتروفين ريليزنج هرمون او تي ار اتش. طب انهبيتد بايه؟ مالوش سيروتروفين انهبيتنج هرمون. ليه؟ لان الهرمون ده بيطلع هرمون، يعني وظيفته انه يطلع هرمون. الهرمون الجديد اللي طلع ده هو اللي هيعمل نيجاتيف فيدباك ميكانيزم عليه ويعمله سبريشن. الكورتيكوتروفس، ودي واحده من البيزوفيلز، بتعمل ايه الكورتيكوتروفس؟ بتفرز الاي سي تي اتش. هذا الاي سي تي اتش بيشتغل على السوبرا رينال كورتكس كلها تقريبا كلها، يعني الجلوميرولوزا في كلام ان هي بتهرب من الحكايه دي لان هناخدها في المحاضره اللي بعد اللي جايه ان شاء الله. لكن الاي سي تي اتش عموما بيشتغل على الايه؟ على السوبرا رينال كورتكس، علشان يعمل لها ستيموليشن مين اللي يطلع الكورتيزول. هذا الكورتيزول بيعمل فيدباك ميكانيزم علشان يوقف لي برضه الاي سي تي اتش. اما الجونيروتروفس رقم 3 في البيزوفيلز بتختلف من الميل عن الفيميل. في الفيميل بتشتغل على الاوفرز، وفي الميل بتشتغل على التستيكلز. في الفيميل بتعمل ديفلوبمنت للاوفريان فوليكل، شوف اسمها ايه؟ فولوكولر، من اوفريان فوليكل. لكن في الميل بتساعد في عمليه السبرماتوجينيسيس، وبتروح للسيرتوليسيل عشان تطلع منها الاندروجين بايندينج بروتين. برضو الجونيروتروفس بتطلع هرمون تاني اسمه لوتينايزنج هرمون. لوتينايزنج هرمون موجود في الفيميل علشان يعمل ديفلوبمنت للكوربس ليوتيا او ليوتيا. الحاجه الثانيه بيروح للميل، لو موجود في الميل او موجود في الميل بس بنسبه قليله جدا، لكن علشان يشتغل على مين؟ على الانترستيشال سيل اوف ليدنج علشان يطلع منها التستوستيرون. دي ملخص القصه كلها. كروموفوب وكروموفيل، اسيلوفيل، بيزوفيل، ايزوفيل. الاسيلوفيل نوعين، سوماتوتروفس وماموتروفس. السوماتوتروفس بتطلع جروس هرمون، والماموتروفس بتطلع برولاكتين. البيزوفيل سيروتروفس، كورتيكوتروفس، جونادوتروفس. السيروتروفس بتطلع تي اس اتش، الكورتيكو اي سي تي اتش، الجونادوتروفس بتطلع الاف اس اتش، واللوتينايزنج هرمون، واللوتينايزنج هرمون اللي في الميل اسمه انترستيشال سيل ستيمولاتنج هرمون. الكروموفوبس اللي هي 50% اللي بنعتبرها حاجه من اثنين، يا اما ستيم سيل علشان تعوض للخلايا بتاعت لو فقدتها، او هي الخلايا كروموفيلز وبقت عجوزه او خرجت من خارج نطاق الخدمه، فهنشوفها على ان هي كروموفوبس. البارسيتيوبريلس، احنا كده خلصنا البارسيتيوبريلس. البارسيتيوبريلس مالوش فانكشن في الهيومن، لكن هو بيطلع يلف حوالين الستوك دي، بنسميها الانفانديبولر ستوك ده، علشان تصنع لي حاجه اسمها الانفانديبولر، ودي حاجه في الاناتومي. لكن كفانكشن في الفسيولوجي الحقيقه ما احناش عارفين لها فانكشن للسيلز اللي موجوده في البارس تيوبريلس. البارس انترميديا اللي هو الجزء ده اللي بيفصله عن البارس ريستاليس الراسكاس باوتش، البارس انترميديا ده برضه نوت ويل ديفلوبد ان هيومن، لكن في الاذر انيمالز زي الرابيتايلز وزي الامفيبيانز بيبقى ويل ديفلوبد، ويبدا يصنع لي حاجه اسمها ميلانوسايت ستيمولاتنج هرمون. الميلانوسايت ستيمولاتنج هرمون بيشتغل على الميلانوسايت علشان يعمل لي الديفرنت كلرز اللي احنا شايفينها دي. طب في الهيومن نشوف كده، هنلاقي الشخص ده، هتقول لي ده قبل الجواز ولا بعد الجواز؟ لا طبعا مش مظبوط الكلام ده، مش مظبوط بالرغم من وجود الدبل، انا مش عارف ايه سر وجوده هنا، لكن ده
قبل ما يجيله اديسون ديزيز وده بعد ما جاله اديسون ديزيز. الاديسون ديزيز بيتميز بايه؟ بي هاي ليفل من الاي سي تي اتش. هذا الهاي ليفل من الاي سي تي اتش بيبقى مسؤول عن البيجمنتيشن. طب يا ترى البيجمنتيشن ده جاي منين؟ هل الاي سي تي اتش عنده قدره على انه هياثر على الميلانوسايت؟ ده سؤال. السؤال الثاني، هل الاي سي تي اتش بيروح للبارس انترميديا ويلاقي فيها سيلز بيزوفيليك سيلز تبدا تغير فيه وتحوله الى مركب يشبه الميلانوسايت ستيمولاتنج هرمون او ميلانوسايت ستيمولاتنج هرمون؟ ده اجابه تانية. الاجابتين دول موجودين هنا في الباراجراف ده اللي جايبينه من افتكر روس. اخر حاجه عندنا هي الفلوكولر سيل او فوليكولو ستيليت سيل، ودي عبارة عن خلايا نجمية. ستيليت سيل بتبقى موجودة فين؟ بتبقى نان سيكريتوري سيل، موجودة في البارس ديستيلس. الفانكشن بتاعتها ايه؟ رقم واحد ليها فاجوسيتيك فانكشن، رقم اتنين بتعمل سبورت الكروموفوب والكروموفيل، رقم ثلاثة بتشجع الكروموفيل على السكريشن او تعصرها علشان تطلع منها السكريشن ربما، او ممكن تشتغل كستيم سيل للبرانكيمال سيل، يعني كلام لسه تحت الاختبار. النيورو هايبوفيسس وده اول بوستيريور لوب، بيتكون من ثلاث حاجات، بارس نيرفوزر الجزء الرئيسي زي ما كانت البارس ستيلس هي الجزء الرئيسي في الانتيرو لوب، البوستيريور لوب في جزء رئيسي كمان هو رئيس هو كمان اللي هو البارس نيرفوز. لكن في جزئيتين بس، جزئيه بسميها الانفانديبولار ستيم والجزئيه الثانيه بسميها ميديال ايمينس. ده الميديال ايمينس اللي هو الجزء ده الحتة دي، والانفانديبولار ستوك اللي هو الجزء ده، الاثنين مع بعض بقيت مين؟ النيورو هايبوفيسس. لكن الجزء الرئيسي ده هو ده اللي بنسميه البوستيريور لوب او البارس نيرفوزا، هو البوستيريور بتويتر الحقيقة. يبقى دي البوستيريور بتويتر او البارس نيرفوزا. الانفانديبولار ستوك والسراوندينج بارت اللي حواليه منين؟ برافو عليك، من البارس تيوبراليس. اللي اتنين بسميهم ايه؟ بسميهم انفانديبولام. البارس نيرفوزا has no secretory cells has no nerve cells. خلاص امال فيها ايه؟ فيها unmyelinated nerve fiber، فيها hearing bodies، فيها pituitary. خليك فاكر طول الوقت ان البوستيريور بتويتر هي جزء من النيرفس سيستم او من النيرفس تيشو، عشان كده بلاقي فيها انمايلينيتد نيرف فايبر. جايه منين الانمايلينيتد نيرف فايبرز دي؟ جايه من نيوكلياي موجوده في الهايبوثالاموس، واحده اسمها سوبر اوبتيك والثانيه اسمها بارا فينتريكولار. والنيوكلياس في السي ان اس معناها كولكشن اوف سيلز، يبقى انا عندي كولكشن اوف سيلز بسميها سوبر اوبتيك وكولكشن اوف سيلز بسميها بارا فينتريكولار. الاكسونز بتاعتها بتنزل في تنزل فين؟ بتنزل في الميديان ايمينس وبعدين في الستوك، في الستوك علشان توصل لمين؟ توصل للبارس نيرفوزا. يبقى نهايتها فين؟ في البارس نيرفوز. فيها ايه؟ فيها نيورو ترانسميتر. النيورو ترانسميتر دي بتصنعها الصومة او الخلايا الام، الخلايا بتاعت او السيل بودي بتاع النيرف سيل، وبعدين تمشي في الاكسون توصل للاخر، ما هيش لاقي نيرف سيل ثانية توصل لها فتضطر تعمل سيكريشن ونسميها احنا هيرينج بودز. يعني ايه هيرينج بودز؟ يعني نيورو سكريتري جرانيولز. اهو دي الهيرينج بودز. لاحظ معايا ان السيلز بتاعتي اللي هي النيرف الالمانيات نيرف فايبر دي اصلا عايشه في جو السنترال نيرفس سيستم، والسنترال نيرفس سيستم حواليه البلاد برين بارير، وانا ما عنديش هنا بلاد برين بارير، علشان كده ربنا بيخلق لنا البيتيوسايت دي بديل للبلاد برين بارير. هي دي الهيرنج بارز ودي البيتيوسايت لو شفت السكشن بتاعي بالالكترون مايكروسكوب. الستيتمنت دي ظريفه، بتقول ايه؟ بتقول ان البوستيريور لوب اوف ذا بيتويتر جلاند عمره ما كان اندوكراين جلاند، لكن هو مجرد مخزن للنيورو سيكريشن زي ما بنقول دايما. عندي في البارس نيرفوزا الهيرنج بورز دي فيها تو تايبس اوف سكريشن، واحد جاي من البارا فينتريكولار والتاني جاي من السوبرا اوبتيك. اللي جاي من البارا فينتريكولار اسمه اوكسيتوسين، بيشتغل على مكانين، هيشتغل على اليوترس عشان تو اكسبل الفيتس عشان يعمل كونتراكشن في اليوترس، ويشتغل على الميمري جلاند تو اكسبل الميلك ويعمل ميلك ايجكشن. يبقى هو بيعمل كونتراكشن في الاثنين، بيعمل ايه؟
كونتراكشن في الاثنين. خلينا فاكرين الكلمه دي علشان نفرق بيها او نفتكر بيها ان الاوكسيتوسين بيطلع من البارا فينتريكولر، لان الفينتريكل هو اللي بيعمل كونتراكشن وريلاكسيشن في الهارت، برضو يبقى البارا فينتريكولر بتطلع السكريشن اللي بيعمل لي كونتراكشن في اليوترس وفي الميموري جلاند. اما الفازوبريسين او الاي دي اتش اللي بيطلع من السوبرا اوبتيك نيوكلياس، ده بيشتغل على الكوليكتنج تيوبولز عشان يعمل لي صوديوم اند ووتر ريتينشن، وبالتالي يحافظ لي على الووتر عندي، يحافظ لي على البلاد بريشر، ويخلي اليورين، طبعا اليورين هيبقى كونسنتريتد از ا ريزلت اوف الصوديوم اند ووتر ريتينشن. الفانكشن بتاعت مش يعمل كونسنتريشن اليورين، لا يعمل صوديوم اند ووتر ريتينشن، لكن الكونسنتريشن اوف اليورين بيبقى ريزلت للصوديوم اند ووتر ريتينشن. مهم جدا ان انا اعرف السيركيوليشن بتاعت البيتويتري جلاند. الاهم من الكلام اللي مكتوب قدامي ده هو الحته دي. ايه هي الحته دي؟ دي بسميها سيستميك سيركيوليشن، اللي هو ارتري يدي بلاد كابيلاريز، والبلاد كابيلاريز ليها تو سايدز، ارتيريال سايد وفينس سايد، ينتهي في فين. دي احنا حافظينها كويس. لكن ارتري يدي بلاد كابيلاري والبلاد كابيلاري تدي فين، ده اللي احنا متعودين عليه. الفين يدي مره ثانيه بلاد كابيلاري، هو ده الجديد بقى. وبعدين البلاد كابيلاري تدي فين تاني، دي بسميها البورتال سيركيوليشن. في البورتال سيركيوليشن انا عندي تو كابيلاري سيت، دي بسميها البرايمري بليكسس ودي بسميها السكندري بليكسس. فدي هي هتاخد الميديتور ده تعديه في الفين ده عشان توصله للمكان ده، ما يلفش فيه الجنرال سيركيوليشن. ده في البيتويتر بتسميه هايبوسلامو هايبوفيزيال بورتال سيركيوليشن. البرايمري بليكسس موجوده فين؟ موجوده في الميديان امنست. والسكندري بليكسس موجوده فين؟ في البارسلي ستيلس. يعني انا باخد حاجات من الهايبوسلاماس فاكتورز اوصلها للبارسلي ستيلس عشان ااثر على السيلز بتاعه البارسلي ستيلس. هي دي اللي بنسميها البورتال سيركيوليشن او الهايبوسلامو هايبوفيزيال بورتال سيركيوليشن. ده البرايمر بليكسس، ده السكندر بليكسس، وده البورتال فين. باخد سيكريشن جايه من هنا، جايه من السيلز دي، هتنزل هنا توصل للبرايمر كابيلاري تشيلها. البورتال فين توصل لمين؟ توصل للسكندر كابيلاري. تاثر على مين؟ تاثر على السيلز اللي موجوده في الانتيريور بيتوريتري. هي دي الفاكتورز اللي بشيلها في البورتال سيركيوليشن، اللي هي السوماتوتروفين والسوماتوتروفين انهيبيتنج هرمون والبرولاكتين اللي هي اتنين، وبعدين السيروتروفين والجونادوتروفين والكورتيكوتروفين. الحاجات دي كلها هنحفظها وهناخدها بالتفصيل في الفيزيولوجي. نتكلم بقى عن البينيال بودي. البينيال بودي دي عباره عن جلاند موجوده في الباك، اهي موجوده اللي لونها احمر دي، اهي موجوده اهي في تحت البرين ما بين التو هيمسفيرز في الباك، موجوده في الباك صح. بيتكون من امنستروما وبارانكيما. البارانكيما عباره عن بينيلو او باينيلوسايت وانترستيشال سيل. الباينيلوسايت دي بتبقى سيلز بتفرز بروتين، هذا البروتين اسمه ميلاتونين هرمون، وبالتالي اللايت والالكتروميكروسكوب بتاعتها بتلف حوالين او بتدور حوالين ان هي بروتين سيكريتنج سيل، هي دي البايلينوسايت. الميلاتونين هرمون ده كان موضه في التسعينات، كان كل الناس لازم تاخد ميلاتونين هرمون، خاصه الناس العواجيز قال يعني هيرجعهم شباب. لكن هو الميلاتونين هرمون مسته او عيبه ان هو مسته طبعا ان هو في الاطفال بيبقى مهم جدا في اثناء الجروث، بيأثر على الهنيبيتوري فور جونادوتروفينز. علشان كده لو حصل تيومر بيعمل ديستراكشن، عمل ديستراكشن للبينيال بودي، بيبقى عندي حاجه اسمها بريكوشياس بيوبيريتي، اهي مكتوبه اهي. الانترستيشال سيل ودي سبورتنج سيل. لو حبينا نلخص الموضوع هنقول ان عندنا البيتويتري جلاند ادينو هايبوفيسيس نيورو هايبوفيسيس، ده ثلاث حاجات، ودي ثلاث حاجات. البارسلي ستيلس واللي بتمثل ادينو هايبوفيسيس فيها اسيلوفيلز وبيزوفيلز. النيورو هايبوفيسيس بتطلع الاكسيتوسين والاي دي اتش. تعالوا نقارن بسرعه ما بين الاسيدوفيلز والبيزوفيلز، والسلايد دي هتحفظنا المحاضره كلها بالنص. الاسيدوفيلز 40% وده 10%. طب ودي نحفظها ازاي يا دكتور؟ بص كده، اسيدوفيل 40
ما غلطش بقى، مش الاسيدوفيل 10 مش ماشي، اسيدوفيل 40%. طب الحاجه الثانيه، الاسيدوفيل اختصارها اي سي، لكن البيزوفيل اختصارها بيزوفيليك بي اي اس، يبقى ده حرفين وده كام حرف؟ 3 حروف. يبقى اذا دي 2 تايبز ودي كام؟ 3 تايبز. يعني دي هتطلع 2 هرمونز ودي هتطلع 3 هرمونز. طب احفظهم ازاي؟ شوف هنا اللحن، هنا جروث هرمون، برولاكتين جرو برو، يبقى هنا جرو برو لكن ما فيش هنا جرو برو، يبقى انا حفظت هنا النقطة الرابعة. طيب هنا الجروث هرمون والبرولاكتين هل ليهم تارجت جلانس؟ لا ليكن، لكن لهم تارجت تيشو، علشان كده بنقول ده ليه تارجت تيشو لكن ده ليه تارجت ايه؟ جلانس، اندوكراين جلانس، علشان كده ما فيش هنا نيجاتيف فيدباك لكن في هنا نيجاتيف فيدباك ميكانيزم. الهايبوثالامس هنا هتضطر تفرز لدول استيميوليتر وانهبيتور، لكن ما هياش مضطره تفرز لدول استيميوليتر وانهبيتور. هنا اسيدوفيليك جرانيولز، هنا بيزوفيليك جرانيولز، سهله دي، لكن الجرانيولز هنا كبيره والجرانيولز هنا صغيره. اخر حاجه الجرانيولز هنا كبيرة متصنعة من البروتين، لكن هنا صغيرة متصنعة من الجلايكوبروتين. ده اللي احنا هنشوفه في البي دي اف بتاعنا. ما ننساش ابدا الكونكشن بالسنترال نيرفس سيستم، عندنا فاسكولار كونكشن لما اتكلمنا عن الهايبوفيزيال هايبوثالامو بورتال سيركيوليشن، واتكلمنا عن النيورال كونكشن لما قلنا ان السكريشن اللي بتطلع من البوستيريو بيتويتري بتوصل على طول اللي بتطلع من الهايبوثالاموس بتوصل على طول للبارس نيربوزا عن طريق الاكسونز. ده الكلينيكال كوريليشن، دي حاله اكروميجالي ودي حاله جاينتيزم ودي حاله دورفيزم، اللي هم الثلاث حالات دول في تاثير السوماتوتروفس. البرولاكتين بيزيد مع البريجننسي وبيقل بعد البريجننسي، بيبقى حوالي 50% من السيلز اثناء البريجننسي واللاكتيشن. الاي سي تي اتش بيأثر على الهيومن، بيعمل فيه حاجه اسمها كوشنج سندروم، لو زاد بيعمل لي كوشنج سندروم، لو قل وده نادر جدا بيبقى جزء من حاجه اسمها شيهان سندروم. الاي دي اتش الانتي ديوريتيك هرمون لو قل بيعمل دايابيتس، بس مش دايابيتس ميليتس، دايابيتس انسيبيدس، دي طبعا حاله كوشنج سندروم. يا رب تكون المحاضرة عجبتكم، يا رب يكون استفدنا منها. نقدر نتواصل مع بعض في أي وقت، وإن شاء الله نتقابل في محاضرة جديدة، وأقول لكم شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.